لا تغرق في قهوتك. هل فكرت يوما في نهاية العالم؟ نهاية العالم؟ ماذا سوف تفعلين؟ ماذا سوف أفعل؟ لن أفكر يوما في هذا الموضوع. ربما حان الوقت. كون بلا ذرية؟ لا. ارتفاع درجة حرارة الأرض؟ لا، ليس هذا ما أقصد. النهاية فصل. مثل فصل من كتاب؟ لا لا أظن. إحساس أو خوف أو إحساس بالسكينة. منذ بضع ليالي حلمت حلم، حلمت بنهاية العالم. سمعت صوتا قريب، صوتا مألوف. ظننت أنه مجرد حلم، ثم ذهبت إلى المكتب. رأيت صلاح ينظر من النافذة إلى الخارج. كان مهموما، فسألته: ما يحيرك؟ قال لي إنه حلم حلما مرعبا. في ذلك الوقت فهمت أنه كان النفس حلم. نعم، كان النفس الحلم. ولكن لما تكلمت معه كان مطمئنا. ذهبنا إلى المكتب، تكلمنا مع الآخرين، لكن كانوا غائبين. كأنهم هم أيضا؟ نعم، هم أيضا حلموا نفس الحلم. أنت أكيد؟ كانت عندي شكوك، ولكن هذا ومتى سينتهي العالم؟ اليوم، هذه الليلة، 24 ساعة وينتهي كل شيء. ماذا؟ لا أدري، هل هذا مهم؟ أنت تعرفي، لكل الناس في المكتب. فكرت أني كنت الوحيدة، فقط حالي. لكن اليوم سمعت امرأتين تتحدثان عن هذا الموضوع، وفكرت أنها مجرد صدفة. لكن الأخبار لن تتحدث عن هذا الموضوع. الكل عارف. أنت خائفة؟ كنت فكرت أن الخوف سوف يتملكني. ولماذا لا أحد يقاوم؟ ولما المقاومة؟ هذه النهاية.
ولكننا لم نكن سيئين. ولم نكن صادقين أيضا. لقد فكرت أن العالم سوف تذعر. تعرف، لن أفتقد أحدا إلا أنت وبناتي. لا العمل ولا المنزل، فقط أسرتي الصغيرة. قد أفتقد تغير الفصول، وأفتقد شربة ماء باردة في صيف حار. وقد أشتاق إلى النوم. برأيك ما هذا الهدوء الذي نحس به؟ أظن أننا الآن نعرف أنه شيء طبيعي. اليوم لأول مرة في التاريخ يعرف كل العالم ماذا سيحدث هذا المساء. ماذا سوف نفعل هذا المساء وفي الساعات المقبلة؟ الذهاب إلى السينما، الاستماع إلى الراديو، أما الخلود إلى النوم كما هي العادة. هذا شيء طبيعي كما العادة. لماذا هذه الليلة؟ لماذا ليس من 10 سنوات أو منذ قرن من الزمن؟ ربما لأن 5 أبريل 2021 لم يكن قبل اليوم. ربما هذا التاريخ تاريخ مهم، وربما هذه النهاية فقط. سهل، هل سيكون شيء بعدنا؟ هل الأطفال يعلمون؟ لا أظن.
دائما جنبا الى جنب. لقد نسيت أن أطفئ نور المطبخ. أحلام سعيدة. أحلام سعيدة.